مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ ما دام عندك مايكروسوفت سيرفيس برو او نويت تشتري مايكروسوفت سيرفيس برو او ما نويت او راح يصير معك، في اشياء راح تحتاجها. من الاخر انا جبت هاي الاشياء اللي انت راح تحتاجها وراح احكي لك اليوم شو هي هاي الاشياء وليش انت راح تحتاجها. جاي توكس جاسر مصطفى وانبوكسنج لاشياء ما تحتاج. بعد استخدام له اي ثينك اسبوعين او اسبوعين ونص، هذا الفيديو ما بعرف راح ينزل يمكن بعد اسبوعين من هلا اصلا. باي ذا واي اليوم 7/12، عشان لما ينزل هذا الفيديو تعرف قديش الوقت. بعد اسبوعين لاسبوعين ونص من استخدام السيرفس برو 7 اجتني هاي الاشياء، ومش كثير هيفيلي يوز لانه اصلا كان عندي امتحانات في الماسترز. فاللي جبتهم هم هذول الاشياء. هاي الباكج وصلتني من امازون، راح اخلص هلا واحكي لك شو اللي موجود فيها. بس قبل ما اروح واحكي لك شو اللي موجود فيها، راح احكي لك عن شغلتين. شاركت هيك في مسابقة مع جامعة قطر البنك التجاري، كانت انتيرير ديزاين لسبيس، والحمد لله ما فزت فيها. بس ما اني ما فزت فيها، بس وصلتني هاي الشهادة المكتوب فيها شهادة مشاركة مسابقة البنك التجاري وجامعة قطر participation لنفس الجهة. جاسر محمد صالح مصطفى، شكرا لمشاركتك في مسابقة التصميم المنظمة من قبل البنك التجاري وجامعة قطر، بس عشان تعرفوا. المهم ما فزت بهاي المسابقة. الشغلة الثانية اللي انا بدي احكي لك اياها، اللي بصراحة استغربت، ما بعرف اذا انا الوحيد اللي عم بعاني منها او انا عانيت منها او انا مش عارف استخدم هذا الاشي اللي ندوشنا فيه، اللي هو الايفون 12 برو ماكس. اول استخدام له كان لطيف حلو صراحة، مبسوط على السيستم، عاجبني السيستم تبع التلفون وقديش ريسبونسيف وقديش الجهاز البيرفورمانس تبعه قوي. ما جربت لسه ولا اشي في الكاميرات ولا جربت الابليكيشنز، لسه مش فاضي اجرب كثير في اشياء. بس اليوم جربت اني انا افتح على النافيجيشن، افتح على المابس او الخرائط او ايش انت بتسميها عندك في بلدك، اللي هو المكان اللي يدلك وين تروح. بعد ما فتحت اللوكيشن تفاجأت بانه البيرفورمانس تبع المابس سيء. فاذا انت حدا يتعامل مع المابس لازم يكون معك سامسونج او اي تلفون تاني غير الايفون. هاد لغاية اللحظة لسه ما اكتشفت، هحاول استكشف اذا الغلط مني، ويا رب يكون الغلط مني، لانه اذا الغلط عن جد من الايفون فهي معضلة. لهون خلصنا الشكونة، خلينا نرجع لموضوع الفيديو. جاي توكس جاسر مصطفى وانبوكسنج لاشياء ما لها داعي. هلا اذا انت قررت انك انت تجيب مايكروسوفت سيرفس برو، هو بصراحة اشي كثير مفيد واشي كثير سريع الفيس ريكوجنيشن فيه. قبل ما انت تطلع عليه هو بكون شافك وحبك وفتح لك الجهاز. لازم تشتري ثلاث شغلات لغاية هلا، يمكن بعدين احكي لك في اشياء تانية لازم تشتريها. في ثلاث شغلات لازم تشتريهم، وانا فاتح هلا الويب سايت عشان احكي لك اصلا شو هن هدول الثلاث اشياء عبارة عن شو. اول شغلة لازم تشتري USB hub، بس مش اي USB hub. USB hub اللي انا شريتها هي 6-in-1 USB hub، حكون فيها مداخل كثير هلا راح احكي لك عنها. ولازم تشتري في كيبل اشي USB-C وتشارجر من الجهة الثانية تبع النافذة. واذا انت مش من الناس اللي عندهم جوجل درايف، انا عندي جوجل درايف انليمتد. اذا انت مش من الناس اللي عم تستخدم الكلاود او الدرايفز الاونلاين، فانت لازم تستخدم الشغله الثالثه اللي راح احكي لك اياها، السيم كارد، او على حسب قديش اصلا الاس اس دي هارد ديسك الموجود عندك. انا ناسي صراحه، يمكن جبته 256 جيجا، بس at the end of the day هدول غير كافيين. فراح تجيب معه شيء اسمه مايكرو اس دي كارد، واللي هي 1 تيرا بت او 1 تيرا بايت. انا واحد بحكي بايت، اذا غلط بدك مشي لي. خلينا نفتحها مع بعض ونشوف ليش بدنا نجيبهم وشو مفيدين هدول الاشياء. فراح نفتح الباكج وان شاء الله اصلا نكون واصلين كاملين ان شاء الله. قول يا رب. هلا احكي لك كمان شو اسعارهم اللي انا شريتهم فيها وقديش اسعارهم. انا باي ذا واي شريتهم بلاك فرايداي اوفرز، فنفتحهم مع بعض فيهم. ها حلو، هذا اول برودكت انت راح تشتريه. ما بعرف هم مكعبلين لهذا الاشي جو الا عن اخت الترتيب الغلط. المهم هذا اول برودكت انت راح تشتريه. هذا البرودكت هو USB hub USB C digital AV multi port adapter. بيكون
في مدخلين هلا بنحكي، واللون تبعه هذا مبدئيا اسود، وبيحكي لك كومباتبل مودلز وذ فول فانكشن يو اس بي سي كونكتر وكومباتبل، حاطينها بكل اللغات وبلاوي زرقاء ما بتهمك هذه الاشياء. المهم انه هو عباره عن 6 ان 1 يو اس بي سي هب فور سيرفيس برو 7 اونلي، بيشتغل على السيرفيس برو 7 وذ 4K 60 هرتز HDMI port مع SD and micro SD dual card reader مع 2 USB 3 ports و 60 watt type C charging multi port adapter. هذا هو البرودكت اللي انت راح تحتاجه. ليش راح تحتاج كل هذه البلاوي الزرقاء اللي انا قاعد احكي لك اياها؟ لانه اصلا مايكروسوفت سيرفيس برو 7 بيجي مع مدخل واحد USB العاديه اللي انت بتتعامل معها بالحياه، ومع مدخل واحد USB سي، وهدول المدخلين غير كافيين للاستخدامات. انا بالنسبه لي يمكن اكون هيفي يوزر، بس الاند اوف ذا داي انا بشوفهم مش كافيين لاي مستخدم ممكن يستخدم هذا البرودكت. في المدخل الثالث راح يكون مدخل التشارجر، وفي المدخل الرابع اللي هو المايكرو اس دي اللي موجود في المايكروسوفت سيرفيس برو، اللي اصلا عشان انت تعمل ستورج اكبر من الستورج اللي موجود في الجهاز. المهم قدرنا نفتح هيدا الباكج. صراحه الباكج اتسلف قبل ما انا اخربها كثير اليجنت. هذا هو هيك شكل الباكج، ها افتحه للصوره، وهذا هو الاليمنت اللي احنا بدنا اياه. هيو هذا هو الشيب، هذا هو بدك تشوفه من هون. هذا هو بجه، هاي بيجي بمدخل يو اس بي 3 بيجي بمدخل يو اس بي سي، ها هيك. شو بضل معنا؟ وي سولف يو بروبلم ان 24 اورز وارنتي كارد. بيقول لك هذه الكارد تبع الوارنتي، وحاطين الويب سايت. ما علينا، هاي اشياء ما لناش دخل فيها، فطلع شغال انتهى الموضوع. فهذا اول برودكت هلا بنحطه بالجهاز. البرودكت الثاني هذا ما لناش علاقه، ورق هذا ما لناش فيه. ما وصلتش الاس دي كارد. فهذا الشيء الثاني او البرودكت الثاني اللي المفروض انه انت تشتري، اللي هو الكيبل اللي بيدخل في ادابتر يو اس بي سي من جهه، ويدخل في السيرفيس برو من جهه ثانيه، على اساس انك تقدر تشحن هذا الاليمنت. وباي ذا واي انا اصلا كل الباكج هاي شريتها عشان الاس دي كارد اللي هي اصلا مش موجوده. هون شو حاطط لي؟ والله شكلها ما هي موجوده. هلا ممكن انا اصير اعيط يعني عادي، والله ما هي واصله. اي والله احكي معهم، انا هون بدناش خرب الدنيا، هحكي معهم على جنب، واذا بينت اصلا لازم بين، شو اللي المهم لازم تكون موجوده. ابيش هلا انا مش مشكله، هحكي معهم على جنب. المهم هذا الادابتر ايش اللي بيجي فيه؟ بيجي فيه اتش دي ام اي يو اس بي سي مايكرو اس دي كارد ريدر، والكارد الكبير اللي انا بعرف شو اسمها برضه ريدر، و 2 يو اس بي سي مداخل. وبكل بساطه انت شو بتعمل، حليب ولا قشطه؟ تعرف تعمل لها حليب ولا قشطه؟ بتحلب البقره بالاول، بنعمل هيك نفس الضوء، بنمسك هذا بنحطه على جنب، بيجي هون بنشبك بهي الطريقه، المدخلين بيدخلوا مع بعض في هذا المكان، فبصير هذا الاكستنشن موجود على الدرايف او سوري على السيرفس برو. بتيجي بهذه الطريقه تشبك هذا الكيبل هون، فبصير عندك مور ذان 1 ريدر بنفس المايكروسوفت برو، وهذا تشبكه على الجهاز، من الجهه الثانيه تحطه باي ادابتر يو اس بي سي. راح يكون جدا مفيد عشان التشارجر تبعه ما تحمله اصلا، تقدر تحمل هذا، تحمل معه اي بلج بيعطي نفس الباور سورس تبع الشاحن. لهون حكون خلصت الاشياء اللي انا كنت هحكي لك اياها، احكي لك اسعارهم بشكل كثير سريع اللي انا اشتريتهم فيه. هذا الادابتر كان $40 مبدئيا، وهذا الكيبل هذا اللي انا عم بحكي لك عنه يو اس بي سي من جهه والتشارجر تبع السيرفس برو من جهه ثانيه $20، هذول الاثنين $60. والهبله اللي ما اجت مع الباكج اللي هي الكارد هي عباره عن $183، وهذا اقل سعر ممكن تاخذ فيه هذه الاس دي كارد، السان ديسك 1 تيرا بايت اكستريم، ضروري تكون اكستريم مايكرو اس دي اكس اس يو اتش اس اي ميموري كارد وذ ادابتر وات ايفر بلا 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 بلا. هذا هو الاليمنت اللي انت راح تشتريه، وسعرها $183. هلا لما تشيك راح تلاقي انه سعرها الاعلى اللي بتنباع فيه بالعاده هي $400، فعلى البلاك فرايداي كانت $183، فانت ماخذها باقل من نص سعرها، وهذا اقل سعر انباعت فيه على مدى الهيستوري تبع هذه اليو اس بي كارد. كمل كمل كمل، از ا فيري جود ويب سايت، يو كان تشيك البرودكتس اللي بدك تشتريها
ايش اسعارها، وهل هي ضمن السعر المعقول لها وضمن الافرج ولا اقل ولا اعلى بهاي الفتره، عشان هيك تقدر تقرر متى تشتري هاي الاشياء. اللي دلنا عليه صراحه شاب معي في الماستر الله يسهل عليه، شيء كثير خرافي، فانجوي ات. ومن هون لألاقي الاس دي كارد تبعي واستخدم كل هاي القصص الزرقاء او بلاوي الزرقاء اللي انا جبتها، بشوفكم بخير وسلامه. سلام.